طبعا الاخ الكريم اللي افتاها قال لها وجهه راي نظر فقهيه على راسنا، لكن ليست هي الاولى والاخيره يعني. ولذلك ارجو من الاخوه اللي يحبوا ينصحوا في حاجات زي دي، يعني اما ان تكون من اهل العلم او ان تصمت. يعني اذا كان اللي هتعمله الاخت دي والله هتعمل عمره لوالدها، طيب على اضعف الاقوال واشدها يا سيدي، لن يصل الثواب للاب، طب هي هتحرم يوم من الثواب؟ لا. طب كانت تجهل، هنقول ان ده لا يجوز شرعا باجماع مثلا، ده بالصحيح طبعا، يقول لك افترض. طيب الجهل لا تعلم، العضل بالجهل، انا تعظى. فانا بنصح دايما اخواننا الناس ما تقولش حاجه مش بتاعتها دينيه. ده الواحد انا ساعات اسال سؤال اقول لك والله لا أعلم، لم يبلغني كذا. طب عارف الناس منين يقينها؟ فاخواننا قضيه مختلفه فيها. وكان على الاخت لا هي حره، ارادت ان تعمل عمره لوالدها مره واثنين وعشره. تعدد العمرات جائز شرعا ليكي والناس والاصدقاء احياء واموات، لا شيء في ذلك شرعا. الدعاء افضل، الدعاء كويس على راسي ما عنديش مشكله، لكن ده جائز معاه. انت حبيتي تهديه في مكان زي ده العمره باجر معين، لا باس، لا مانع من ذلك شرعا. خلاص ما تندميش على ما فات، ربنا يعطيك الاجر على قدر نيتك ان شاء الله.